الزلفلاون اخواني اسقاس امقاس. داش يناير ليلة اسقاس امقاس، ليلة الاحتفال بالسنة الامازيغية الجديدة، وفي نفس الوقت هي الليلة التي وقع فيها الانقلاب رسميا. خلنا نسمع ماذا كان قال الشاذلي بن جديد، لأن في يوم 11 يناير جونا برسالة وقرأها الشاذلي بن جديد على أساس أن الرسالة رسالته وأنه يستقيل كما ختم في الرسالة. لكن قبل ذلك بحوالي 15 يوم 24 يوم 20 يوم على تقديرات الدقيقة، أعتقد 23 ديسمبر أو 24 ديسمبر، كان الشاذلي بن جديد أقدم على ندوة صحفية حضرتها صحفيين جزائريين وغطتها القناة آنذاك، وكانت الإعلام الجزائري، حتى نكون دائما منصفين، كان الإعلام في الجزائر آنذاك يعتبر إلى حد كبير إعلام حر، مش حر 100%، ولكن لو أعطيناه نسبة نقوله على الأقل يقترب من 80%، بالرغم أنه كان أغلبه حكومي، ولكن كانت هناك نية صادقة فعلا لتغيير الوضع وللحوار. خلونا نسمعوا واش قال الشاذلي قبل حوالي 20 يوم من 11 يناير تاريخ الانقلاب. الحلال ماشني مستعد نغادر المنصب ما دام الجو غير مناسب. نهار نرى الجو مناسب والمؤسسات التي التزمت بها امام الشعب صبحت صايره المفعول، على كل حال انا ذاك يفكر الإنسان. لكن في كل الحالات مهما كانت الغالبية لأي حزب كان ولأي تجمع كان، سوف نمارس مهامي لخول هذا الدستور ولإعطائه للشعب الجزائري بالنسبة لإتمام المسيرة إلى الحد المعين، وبعدين طبعا الشعب الجزائري يختار ابن من أبناء هذه الأمة لإتمام المسيرة. لكن الإصلاحات السياسية كانت. إذا أنا في كافة الأحوال مانيش مستعد باش نغادر المنصب، والثقة اللي ضحى فيها الشعب الجزائري 20 يوم قبل الانقلاب. ثم قالوا لنا يوم 11 يناير 92 أنا الشاذلي بن جديد قرأ رسالة، ومن بين ما جاء فيها خلينا نشوف إذا كنت نقدر نطلع عليها. من بين ما جاء فيها أنه لم يعد قادر على مسايرة الأحداث وما يجري في البلاد. أعتقد أننا نشرناها اليوم على صفحة الفيسبوك، يعني نشوف إذا نقدر نقرأ منها. نعم، هاي الرسالة أمامي الآن، في حتى لا أطيل وأضيع الوقت في قراءتها كلها، خلنا نقرأ لكم منها جزئين أو ثلاثة. وها نحن اليوم نعيش، الفقرة الثالثة، وها نحن اليوم نعيش ممارسة ديمقراطية تعددية تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعه تيارات جد متصارعة. وهكذا فإن الإجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسوية مشاكلنا قد بلغت اليوم حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية. وأمام حجم هذا الخطر الداهم، فإنني أعتبر في قرارات نفسي وضميري بأن المبادرات المتخذة ليس بإمكانها ضمان السلم والوفاق بين المواطنين في الوقت الراهن. وأمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضع المتأزم والحلول الممكنة، وكانت النتيجة الوحيدة التي توصلت إليها هي أنه لا يمكنني الاستمرار في الممارسة الكلية لمهامي دون الإخلال بالعهد المقدس الذي عاهدت به الأمة. ووعيا مني بمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا، فإنني أعتبر أن الحل الوحيد للأزمة الحالية يكمن في ضرورة انسحابي من الساحة السياسية. أن الحل الوحيد
للأزمة الحالية يكمن في ضرورة انسحاب من المساحة السياسية. ولهذا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المواطنون، فإنني ابتداء من اليوم أتخلى عن مهام رئيس الجمهورية وأطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المصلحة العليا للأمة. تحيا الجزائر والمجد لخلود والخلود لشهدائنا. في الحقيقة هذه الرسالة التي كتبها هو علي هارون وخالد نزار. طبعا خالد نزار لا يعرف أن يكتب، اللي كتب في الواقع هو علي هارون، ولكن خالد نزار وكان يومها وزير الدفاع هو الذي قاد الانقلاب. لم يتخلى في الحقيقة شادلي بن جديد عن مهامه الرئاسية إلا تحت ضغط شديد، وكل التصريحات والشهادات اللي جات فيما بعد بما فيها تصريحات وشهادات خالد نزار نفسه تثبت بشكل أو بآخر هذا الوضع، إلى درجة أنه قال قبل حوالي 4 سنوات خالد نزار قال أن الرسالة التي رسالة الاستقالة كانت في جيبي، وأنا أخذتها للشادلي بن جديد وبعد النظر فيها طلب مني تغيير شيء هنا أو هناك، وعدت له بالرسالة مرة أخرى، كتبنا نحن الرسالة، وكان فرحان بالكلام. طلعوا يحيى بعدها بيومين أو ثلاثة وشن هجوم عنيف على خالد نزار، وقال له احنا عندنا أكثر من 20 سنة وإحنا نقولوا أن الشادلي بن جديد استقال، وانت تجي تقول باللي رسالة الاستقالة كانت في جيبي. وش معناها كانت في جيبك؟ معناها كان انقلاب. نعم كان انقلاب، كان انقلاب، ويا ليت ابقى في إطار الانقلاب اللي قالوه وهو ضد الجبهة الإسلامية، بالرغم أن هذا خطأ وهذا ليس صحيح وهذا غير معقول وغير مقبول. فالجبهة الإسلامية هي جزائريين، واللي انتخبوهم هم جزائريون، والشعب هو اللي قرر أن يعطي الأغلبية يومها للجبهة الإسلامية في الدور الأول، لكن لم تكن وحدها، كانت معها جبهة القوى الاشتراكية وإلى حد ما جبهة التحرير. جبهة التحرير لما كانت ما زال جبهة التحرير بقيادة مهري رحمهم الله جميعا. إذن في واقع الأمر كان انقلاب، ولم يكتفي بهذا. مش راح نتكلم كثير في هذا الموضوع، راح أبدأ به فقط كمقدمة لما أريد أن أقوله، وخاصة للذين استغفلوا بخطاب نوفمبر الباديسي كاذب أو يتهاوى أمام أعينهم الآن، أو الذين استغفلوا آنذاك بخطاب الجمهورية والدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن الجزائر، وهذه الحقيقة. والحقيقة أنه بعد 28 سنة نجد أنفسنا في أوضاع ليست بعيدة عن هذا اليوم قبل 28 عام، عن 11 يناير 92. العسكر لا يصلحون، لا يصلحون لإدارة البلاد، ولا يصلحون للسياسة، ولا يصلحون للاقتصاد، ولا يصلحون. قد يصلح العسكر في ميدان الحروب، قد ليس كل العسكر بطبيعة الحال. وأنا حينما أقول العسكر هنا بطبيعة الحال لا أتحدث لا عن الجنود ولا صف الجنود ولا صف الضباط ولا الضباط الصغار ولا حتى الضباط الكبار، إنما على كمشة الجنرالات اللي اتخذت قرار خطير وخطير جدا أدى إلى دمار هائل، أدى إلى مقتل أكثر من 200,000 قتيل، إلى جرح مئات الآلاف، إلى تهجير الملايين في الداخل والخارج، أدى إلى تعذيب مئات الآلاف مروا عبر التعذيب، أدى إلى نقل الآلاف إلى الصحراء، كثير منهم ماتوا فيما بعد بأمراض، خاصة أمراض السرطان وأمراض الإشعاعات الجرثومية والنووية اللي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر قبل أن ترحل وحتى بعد أن رحلت. وأدى إلى اختطاف الآلاف، رسميا اعترفوا قبل سنوات بأكثر من 7,600 أو 800، لكن الأرقام تقول أنهم أكثر من 18,000 ربما حتى أكثر من 20,000. اختطاف، هؤلاء ليسوا مفقودين، هؤلاء خطفوا. المفقود هو من يخرج من بيته ويفقد عقله، هذا يسمى مفقود. أما من تأتي قوى القمع تعتقل وتأخذ من بيته فهو مخطوف. وقضية التسميات والمفاهيم دقيقة مهمة جدا. المفقود لا نعرف كيف فقد في الغالب لأنه يعني مفقود، لكن المخطوف هو الذي جاءوا نقلوه من الشارع أو من بيته أو من غرفة نومه أو من مكتبه
أو من شريكته أو من وين يشتغل، ولم يطلع لي حتى أخبر. وهذا جرح غائر في صدر الأحرار وفي صدر كل جزائريين. كان انقلاب، والدليل أن فيه تصريح كنا قد نشرناه قبل 4 أو 5 سنوات لمعمر فراح، صحفي لسوار دالجيري، أحد كبار الاستئصاليين اللي حضروا لقاء مع خالد نزار ومحمد تواتي أيام قبل الانقلاب، ربما في حدود 6 أو 7 جانفي، يقول لهم فيه نتوقع مقتل 60,000. كان خالد نزار وكمشة الجينات اللي معاه يعرفون أن الأقل شيء كان سيقتل 60,000 جزائري، 60,000 جزائري وأقدموا على الانقلاب. للأسف الرقم كان أكثر من 3 مرات، ناهيك عن الأضرار الأخرى البشعة بما فيها الدمار للاقتصاد والشركات، الشركات اللي من بعد أكثرهم شراها بدينار رمزي ويحيى وأصحابه. هذه حقيقة مرة نتعلم منها درس، وهو درس ودروس. أول درس